اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاستاذ كريم سعيد. الاستاذ كريم سعيد، ازيك يا استاذ؟ ازيك يا كابتن اسلام، عامل ايه؟ الحمد لله. شعرك النهارده مظبطينه عن كل مره. ما انا ظبطت شعري وسمعتك بقى وكمان انت قبل الفاصل دوست جاي. ما دوستش والله، ما قلت حاجه. انا مش بقول الحقيقه ولا انا بقول لا ولا انا بهزر؟ لا ما بهزرش والله. انت متخيل؟ انت شفت؟ بس انا ساعات يعني بحس ان انا مزوق، بس فعلا بلاقي الناس بتقول لي لا. انت مش قريت الحوار بتاع؟ طبعا بصراحه يعني هو انفراد قوي جدا لزملائنا في اليوم السابع، بس الحوار مميت من الضحك بصراحه. قال بس اقول لك ايه، هي كده كده وماشي. يعني ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. منور. ده نور حضرتك. انت منيمل لك شعرك النهارده، مش زي كريم. هو عشان هو المره اللي فاتت كان زعلان شويه، فانا خدت منه المره دي. خدت منه المره دي. مزودها انا شويه مع كابتن عصام، ولا انت شايف ايه؟ لا طبعا، يعني احنا حضرتك دايما بتتكلم في احنا بنطالب، احنا اي حد في قناه الاهلي او اي في اغلب القنوات يعني بيطلع يتكلم بيبقى داعم للتحكيم. وهنا النقد، في حاجه اسمها نقد بناء، انت بتنقد الحكام عشان تبقى احسن. صحيح بنشوف اخطاء، بس في بعض الاخطاء بصراحه بالذات في الجوله دي اخطاء غريبه. يعني مباراه المصري خطا كبير من كابتن محمود البنا بصراحه، يعني هو خطا بالفعل يعني يا كريم. انت واحمد يعني كل خبراء التحكيم، صح؟ كابتن، انا سمعت كله، كابتن سمير عثمان، كابتن جمال الغندور، حتى كابتن جهاد جريشه، كابتن، كله ما عدا كابتن عصام عبد الفتاح اللي شايفها مش خطا. بالظبط كده، هي دي. انت عارف ان دي مشكلتي، والرابطه خدت قرار ان الماتش هيتعاد. انت انا شايف ان مشكلتي في كده، ان كابتن عصام بيطلع يدافع عن حاجه انا متاكد وواثق مليون في المية إن وعارف صح. مليون في المية إن هو عارف إن هي غلط. لا ما هو واضح يا كابتن اسلام، واضح جدا جدا. الكابتن عصام فتاح دلوقتي خد الترند بتاع بيقول الحكام يا جماعة خلي بالكم، أنا أخوكم الكبير، أنا أكتر واحد هدافع عنكم. السؤال هنا، هل ده أو السياسة بتاعت الكابتن عصام بيعملها بكل أمانة لمجرد الاحتفاظ بثقة الحكام، فبالتالي هم يطالبوا إن هو يستمر في رئاسة لجنة الحكام عشان ما نخشش في كل سنة؟ احنا كل موسم رئيس لجنة الحكام بيتغير، كل موسم رئيس لجنة الحكام بيتغير. وايه؟ بكل صدق ده اللي بيحصل. الزملاء اللي هم اعتزلوا بيمسكوا اللي قاعد في اللي قاعد على الكرسي ينتقدوا عشان يطلعوا له اخطاء عشان هم يجوا تاني بعد كده. فالسؤال هنا، هل الكابتن سعد فتاح هيظل يدافع عن اي شيء؟ بامانه الخطا واضح، كابتن محمود البنا طرد حمودي جوه الملعب زي واضح بالظبط، نفس الخطا بالظبط يا احمد، اللي هو موضوع الاحتواء وكابتن محمد عادل. ما كانش عندنا مشكله على فكره، والدنيا كانت ماشيه ايه في اللطيف. أيوه. كنا بنقول ان هناك اخطاء وبتاع، بس الحمد لله كسبنا ومش عارف ايه والكلام ده كله، لكن ان انا اطلع ادافع عن خلى الدنيا كلها تعمل عليه. صح. هقول لحضرتك على حاجه بالنسبه للعبه حمودي دي، هو حمودي اخذ الانذار ليه؟ حاجه من الاثنين، يعترض يا يتخانق مع اللعيب الخارج، اللعيب الفريق المنافس، وبالتالي الفعل حصل جوه الملعب. يعني ده انذار المفروض يبقى انذار تاني وعلى طول كارت احمر. يعني اتخانق ايه؟ الانذار كان عشان هو بيتاخر ان هو يخرج. ماشي، ما هو حاجه من الاثنين، يا تضييع وقت. تضييع وقت. لا، وكان في لا كان فيها كان فيها خناقه، لان هو في لعيب تاني اخذ انذار، ففيها شك. حاجه من الاثنين، لو حتى لو حاجه من الاثنين الفعل حصل جوه الملعب. أيوة. يعني هو قصده يعني في الاخر، يعني في الاخر سواء دي او دي الفعل جوه الملعب، يعني مش فارق. وبعد خبر اليوم السابع خلاص الموضوع مات. يعني هنتناقش فيه، يعني حتى في كمان ماتش المحله، تعالى ماتش المحله ده، في المهاجم فادي فريد بتاع البنك الاهلي واخد انذار في لعبه لمسه يد واضحه، عامل الكره كده بايده ما خدش انذار تاني، وبعد كده راح مدرب البنك الاهلي مغيره كابتن خالد جلال. في اخطاء تحكيميه كتيره جدا يعني، لكن نتمنى ان الاخطاء دي يعني تتعالج في الفتره الجايه يعني. لانها اخطاء غير، بس زي ما كابتن اسلام قال، مشكله كابتن عصام عبد الفتاح عدم الاعتراف بالخطا. عارف انا هعمل ايه؟ يعني انت بتقول حاجه غلط على الهواء، ما هو انا يا اما هسكت لكن مش هطلع دافع عنها. صح صح صح, صح. يعني مش هطلع اقول لك يا كريم انت صح وانت 100 100. هقول لحضرتك على حاجه، ممكن كابتن عصام يطلع يقول يا جماعه اصبروا علينا، عندنا حكام صغيره، الاخطاء دي موجوده. يعني مثلا ماتش ليفربول الاخير كان في خطا تحكيمي في مباراه توتنهام، المباراه اللي قبلها ليفربول، في اخطاء موجوده في كل دول العالم، فنصبر. اهم حاجه ان مفيش نيه من حكم ان هو يزف، وده على فكره لا احنا وده معترفين وده بيه. وده الصح. فده يعني ده المفروض يبقى ده التصريح، يعني مش انا اطلع اقول لا. يعني مثلا ضربه جزاء يوم الزمالك وسيراميك، لا اصل ضربه الجزاء ايه؟ مش ضربه جزاء. طب يا جماعه كل الحكام وكل الناس شايفه ان هي ضربه جزاء، هو الوحيد اللي شايفها؟ يعني حاجه غريبه. هي دي المشكله، انا المشكله مش بالنسبه لي في الحدث نفسه، الحدث
نقدر ناخده في سكه ان احنا يا جماعه والله لا وعندنا حكام كويس، ودي حقيقه صح، ودي حقيقه بالفعل. انا مش باخد في حكام كويسين جدا طبعا. اللي انا اقصده ان كابتن عصام صعب اللي حضرتك بتطلع تدافع عن خطا مصر كلها شايفه ان هو خطا ما عدا حضرتك بس، يعني هي دي المشكله الكبيره اللي بالنسبه لي. خلينا في مباراه الرجاء بكره ان شاء الله، وبعد بقى ان شاء الله يوم الاحد او الاثنين يبقى حلها الف حلال. بكره مباراه مهمه، مباراه صعبه، ولكن كالعاده انا لسه كنت بتكلم عن مباراه الجيش الملكي، كانت نفس الاجواء تقريبا. نعم. النادي الاهلي كان بيلاقي نادي الجيش الملكي، النادي الاهلي كان بطل دوري ابطال افريقيا، نادي الجيش كان بطل الكونفدراليه او ابطال الكاس في مش عارف كانت كونفدراليه ولا ابطال الكاس في ذلك الوقت. المهم كان الكلام اللي جاي لنا في الصحافه، انا كنت بلعب الماتش ده، الكلام اللي كان جاي لنا والصحافه كانت بتوصل لنا ان نادي الجيش الملكي ده نادي في مش عارف ايه، ونادي نفس الاجواء تقريبا اللي بتحصل دلوقتي يا كريم. هو طبعا لا، نادي الرجاء يبقى نادي كبير، ربما يكون متاخر في الدوري، والوداد يعني محتل صداره الدوري بعد مرور 12 اسبوع بفارق 12 نقطه، يعني اكثر 10 نقط في 12 اسبوع، طبعا رقم كبير جدا في عدد اسابيع قليله. فده انا في وجهه نظري يا كابتن اسلام ده يمثل خطوره علينا اكتر منه ان احنا ممكن نستسهل. ليه؟ لان نادي الرجاء انا في وجهه نظري ربما يكون فقد بنسبه كبيره فكره المنافسه على الدوري، لان خلاص الفرق كبير، واضح كمان ان الوداد ماشي بشكل كويس، فيقول لنفسه او الاداره كمان او المنظومه تقول ماتش يوم الاربعاء السوبر قدام نادي الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا واكبر نادي في افريقيا نادي القرن واكبر نادي في مصر، ناخد منه بطوله، هيبقى الصدى بتاع اللقب ده اقوى بكتير من صدى ان نكسب الدوري المحلي. وطبعا جمهور الرجاء زي جمهور النادي الاهلي جمهور كبير وبيحب الاحتفاظ بالبطوله المحليه، ولكن لقب السوبر الافريقي اعتقد بقى يعني لقب مهم جدا. النادي الرجاء نفسه يعني لما خده من الترجي برده كان هو كسبان كونفدراليه ايام كان مع جاريدو، ونادي الترجي كان بطل دوري الابطال، والرجاء لما خد البطوله كان صداها قوي جدا، مباراه كانت قويه جدا 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 ما بين الفرقتين. فانا اعتقد لا، كل دي برضو من الحديث المفروض ان احنا نبقى حذرين جدا في التعامل معاها. نادي الرجاء ربما برضو عنده الامانه، الوضع دي اخبار، عنده بعض الامور مشاكل الاداريين، هو الاداره متغيره، الجهاز الفني برضو متغير، اثنين من نجوم الفريق مالونجو و سفيان رحيمي الاثنين مشيوا من الفريق، فبالتالي اكيد الفريق بيتاثر فنيا بغياب نجمين كبار زي دول، ولكن هو استطاع برضه ان هو يعوضهم ببعض اللاعبين، وطبعا في وجود برضه حميد احداد وبن حليب ومحسن متولي يبقى نادي الرجاء عنده يعني محسن بيلعب من ايام انا بلعب وبصراحه يعني ايقونه 35 ايقونه ايقونه في الفريق ايقونه في الفريق بصراحه، وما زال محتفظ بكثير من لياقته البدنيه، فاكيد طبعا لازم نعمل حساب المباراه بكره. يا احمد برضو التحضير والسفر المبكر اعتقد له دور مهم ان شاء الله في مباراه بكره. طبعا تحضير السفر المبكر دايما في المباريات اللي زي دي بيبقى مهم جدا، خاصه كمان ان احنا كنا خارجين من بطوله كاس العرب واللعيبه هناك، فالتجمع ده يمكن هو امبارح كان اول تمرينه اللعيبه فيها تكتمل، يعني لعيبه المنتخب الاول وكله يدخل التمرين الحمد لله، يعني اغلب اللاعبين جاهز او كل لعيبه النادي الاهلي جاهزه للمباراه. دور كبير كمان للكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب مسافر من اول يوم مع البعثه، مجلس الاداره والباقي الاعضاء سافروا من حوالي يومين، فدور كبير طبعا. نتمنى ان شاء الله ان احنا نحرز اللقب بكره باذن الله، لان انا شايف ان المباراه صعبه جدا. يعني مخطئ من يفتكر ان الرجاء فريق سهل، لا الرجاء مش فريق سهل خالص، انا شايف ان المباراه صعبه لكذا سبب. اول حاجه العامل النفسي، العامل النفسي علينا، الضغط النفسي علينا احنا اكتر. ليه؟ لان انت الفريق البطل اللي متوقع ان انت مفروض تحصل على البطوله، لكن الرجاء ما عندوش ما يخسره، حتى لو خسر الناس مش هتلومه قوي زي مثلا لا قدر الله لو النادي الاهلي، فالضغط النفسي عليك انت اكتر، دي النقطه الاولانيه اللي بتخلي الماتش صعب عليك. الحاجه الثانيه فريق الرجاء فريق متمرس افريقيا في المباريات دي، بيعرف يلعب النهائيات كويس جدا، يعني هو لسه واخد من الترجي بطوله السوبر من 2019، اخد برده الكونفدراليه من شباب القبائل، اخد بطوله العرب، البطوله العربيه خدوها من اتحاد جده، فريق هو تاريخيا في افريقيا الرجاء اعلى من الوداد، يعني الرجاء اخد 3 دوري ابطال افريقيا، الوداد واخد 2، الرجاء تاريخه 9 بطولات قاريه، النادي الاهلي طبعا 23، عندنا فرصه بكره ان احنا نوصل لل 24 عشان نقرب من ريال مدريد اللي عنده 26 لقب قاري.
الرجاء عنده 9، عنده 3 دوري ابطال افريقيا، عنده 2 كونفدراليه، عنده 2 سوبر افريقي، عنده 1 افريقيا للانديه ابطال الكؤوس، عنده 1 كاس افرو اسيويه، ففريق طيب. طبعا معلش كويس. قبل بس ما تكمل، لان يعني ده خبر مهم جدا يخص بطوله كاس الامم الافريقيه. موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم دعا المكتب التنفيذي للكاف لاجتماع عاجل غدا ان شاء الله في تمام الساعة 2 ظهرا بتوقيت الدوحة، في الدوحة يعني بكرة الساعة 2 الظهر في الدوحة هيبقى في اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، أعتقد لاتخاذ قرار حاسم رسمي. وده اللي أنا كنت بسأل فيه أحمد عويس، يعني إمتى هيبقى في قرار رسمي بهذا الأمر؟ أعتقد أن بكرة هيبان القرار الرسمي بالنسبة لكأس الأمم الأفريقي. طبعا ان النادي الاهلي كمان عنده 23 لقب متمثلين، 10 دوري ابطال افريقيا، 1 كونفدراليه، 7 سوبر افريقي، يعني احنا لما بنقول الالقاب القاريه بنحط السوبر الافريقي 7 منهم، فلذلك هي مباراه ببطوله. يعني نكمل بقيه البطولات، طبعا عندنا 4 بطوله افريقيا انديه ابطال الكؤوس، عندنا 1 الكاس الافرو اسيويه، وبالتالي انت بتتكلم في 23 لقب قاري، بطوله السوبر دي مباراه ببطوله، فدي بيظل دايما التاريخ يفتكرها. فنتمنى ان شاء الله ان اللعيبه بكره تكون ان شاء الله والجهاز الفني يكونوا عند حسن الظن وناخد البطوله باذن الله يا رب ان شاء الله. اعتقد يا كريم خبر مهم بالنسبه طبعاً. للموضوع الامم الافريقيه، اعتقد انه ده هيبقى الفصل الختام في وكمان الميتنج الاجتماع اللي اتحدد بكره بالكونفرنس، فواضح يعني ان هم مستعجلين جدا، وواضح ان في جديد ليه؟ لان موتسيبي من ساعه مراحل كاميرون وهو متماشي تماما. هو المكتب مش كونفرنس، خلي بالك، لان المكتب التنفيذي كله في الدوحه أيوة. دلوقتي يعني عشان السوبر ممكن عشان خاطر كورونا يعني، بس اللي اقصده ان الراجل هو اكد على كل شيء طلع من الكاميرون، كل حاجه الكاميرون قالتها هو اكد عليها وقال ما فيش مشكله يا جماعه، واحنا ودخل برضه في السكه بتاعت اشمعنى اوروبا، ولعب على الوتر ده، حتى كان ايتو عنده يعني لقاء كان مهم جدا مع قناه بلوس، طبعا القناه الفرنسيه الشهيره، واتكلم على ودخل يعني ايتو واخد الموضوع في صراع افريقيا مع اوروبا، هو حابب يخش في التراك ده. وموتسيبي مش هيكسب غير كده وموتسيبي مشي معاه. السؤال هنا ان موتسيبي يعلن ان بكره في اجتماع طارئ، ده الخبر حتى اللي جالنا قبل ما نخش الهوا، اجتماع طارئ بكره الساعه 2 الظهر، فواضح لازم يكون في جديد، ان انا مش هقدر اتكلم باللهجه دي واتكلم باللغه دي واطلع البيان الرسمي اللي طلع لكل وسائل الاعلام في افريقيا طالع بصيغه ان اجتماع طارئ. ما دام اجتماع طارئ يبقى النهارده في جديد. طيب ايه الديفولت او ايه الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي؟ الواقع ان رئيس الاتحاد الكاميروني ورئيس الكاف اكدوا ان البطوله في ميعادها. طيب اجتماع طارئ يبقى كده انت اكيد هتجيب معلومات او هتجيب اخبار او قرارات منافيه او مضاده للي انتوا اتفقتوا عليه خلال ال 48 ساعه. انا بعتقد ان هو هيتاجل ل 23 وهو الانسب في كل شيء. صيف شتاء 23 ده بالظبط ده الميعاد يعني ده لانه 23 كده كده في بطوله كاس امم افريقيا بس اتنقمك اعتقدش ممكن تلعب في كام يعني اعتقد كوت ديفوار بقى ممكن تبقى هي الواجهه 23 لا بالعكس بعد المصاريف اللي صرفتها الكاميرون دي ياخدوا تعويضات بقى ياخدوا تعويضات ممكن لكن لو تعويضات من الفيفا انا اعتقد الكاميرون انا في وجهه نظري الشخصيه كابتن اسلام الكاميرون ضغط هذا الضغط الشديد معناه عشان تاخد تعويضات لان كل المشاهد بتؤكد ان فعلا الكاميرون مش مستعد فعلا طبعا طب يعني ايه المشكله لما تتاجل لشهر 6 صيف لا مستحيل صعب لا مستحيل ولا الامطار الموسميه ده يعني مش هتعيش الميه قد كده هتلعب ازاي ده رحنا مره نيجيريا في الصيف يا خبر لا الدنيا بتمطر والجو حر يبقى صعب كده لو مش كده يبقى كده هتتلغي يعني لا هو ممكن تتلعب في 1/23 صح بعد كاس العالم وبعدين اصل هو دلوقتي لو اتلعبت الاسبوع ده يعني الشهر الجاي خلاص اتلعبت وبعدين اتلعب كاس الامم بعد كاس الامم كاس العالم للانديه وبعد كاس العالم للانديه الدور الاقصائي المهم بالنسبه للبطوله لكل المنتخبات الافريقيه وبعد كده كاس العالم خلاص طب امتى هتبقى التصفيات بتاعت كاس الامم الافريقيه؟ زي المشكله مش في الاجنده يا كابتن اسلام، المشكله مش في الاجنده خالص، المشكله في الانديه الاوروبيه والاجنده لا والاجنده بقى الاجنده دي انت بتجيبها منين؟ الانديه الاوروبيه ضاغطه بشكل فظيع جدا، يعني الانديه الاوروبيه فعلا والامانه هم فعلا عندهم حق، انك بتتكلم النهارده المتحور الجديد لكورونا، انت فعلا ما تضمنش اللعيبه هترجع زي كلوب، يعني يورجن كلوب فعلا بيجي فعلا يخسر الدوري في الفتره ما بين شهر 12 لشهر 2
يعني الفتره دي فعلا يعني لو ناس بتعمل شورت بيت لليفربول في المواسم بيخسر فيها الدوري بيبقى بادئ الدوري متصدر لفتره هوب نيجي احنا المان سيتي نحتل الصداره. طب اشمعنى انتوا ما بيجيلكوش كورونا بعد الشر عن كل الناس يعني؟ لا مش قصدي ما هوش الفريق ممكن عندهم قوام جامد قوام ما فيهوش لعيبه من افريقيا واكيد طبعا هيخافوا طبعا هديك اللعيبه بتاعتي فريش ومستنيين كل حاجه الله اعلم هيرجعوا لي ازاي فاكيد برضو مع كامل احترام صراحه لكل الكلام جاي من كاميرون انما الاحتياطات الطبيه اكيد مش هتبقى في اعلى ليفل ليها هناك. لا عموما انا الكلام الرسمي اللي طالع من الكاميرون ان كل حاجه كويسه وكل حاجه تمام وهنتبع هذا الامر لانه في النهايه هو هو الموضوع الرسمي اللي طالع من الكاميرون. عموما نتمنى ونشوف بكره هننتظر او مش هننتظر بكره اخيرا هنعرف ايه اللي هيحصل في كاس الامم الافريقيه بعد الاجتماع الطارئ للاتحاد او المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي. طيب عايز برضو اروح مع حضراتكم للتحضير الذهني قبل بس ما ناخد النهارده في حالات في حالات والله منورنا الحقيقه بالحالات دي الحالات دي الحقيقه بتبقى لطيفه جدا. التحضير الذهني واعتقد ان بيبقى له دور كبير يا احمد. طبعا التحضير الذهني والمدرب كمان النهارده تصريحاته مدرب في الموتس المدرب البلجيكي مدرب الرجاء بيلعب معانا لعب التصريحات يعني بينيمنا شويه. هو بيقول ان انا بقالي 6 أسابيع ماسك المهمه وان دي الفتره دي مش كافيه وان انا كان نفسي امسك قبل فتره اعداد فده كلام برضو نوع من التنويم ان هو بيشيل الضغط من على نفسه ومن على لعيبته وفي نفس الوقت ايه بيحط الضغط على النادي الاهلي. مزبوط. على عكس طبعا موسيماني قال تصريحات كويسه جدا وعجبني كمان في تصريح موسيماني قوي ان هو حس ان محمد شريف ما عندوش الثقه الكافيه فده بسبب فتره المنتخب وبسبب تعامل كروش معاه ان هو بيلعبه في مركز غير مركزه وبدات يعني نوعا ما حصل مستوى نزل سنه بسبب توظيف مدرب ليه فهو بيدعمه نفسيا وبيقول له انت اللي هتكسبنا بكره. فدي حاجه نوعا ما ذكاء من مستر بيتسو ميسوماني يعني. فبالتالي ده اعتقد مدي اريحيه شويه لبيتسو ميسوماني ولكن في النهايه هي مباراه صعبه يا كريم. طبعا واكيد والنقطه اللي احمد اتكلم فيها دي برده كانت اسلام نقطه مهمه جدا ان احنا النادي الاهلي اكيد بيستلم لعيبته او اللعيبه الدوليين يعني احنا قلنا 7 لعيبه في التشكيل الاساسي منتخب مصر بيستلمهم بكل الايجابيات والسلبيات بتاعه البطوله العربيه وان كنت اشوف اثنين برضو مغرب وتونس طبعا وان كنت برضو اكيد بس ان كنت اشوف ان احنا فنشنا البطوله ربما يكون الشكل السلبي كان ازيد من الشكل الايجابي. لو تفتكر هنا هو في البيت الكبير اتكلمنا على حته احنا انا مش عارف كيروش بيتعامل مع البطوله ازاي هو بيتعامل معاها ان هي تحضير وانك تدي خبرات للعيبه من الدوري ان هم يكتسبوها بعيدا عن النتائج اوكي يبقى ما ينفعش كنت تعمل الهليله والزيطه اللي بتعملها بعد كل جون طالما انت بتاخد الموضوع ده موضوع اعدادي وموضوع تحضيري للاعبين وتديهم خبرات يبقى انا بمسك ورقه وبقعد اكتب ده طلع ده نزل انا عايز اقول ده نصيحه كذا ده نصيحه كذا انما انت حسست الناس في كذا مباراه بالاهداف القاتله كنا بنجيبها الله اكبر واحد الله ايه ده الحلاوه دي وبتاع كنا بنلعب كاس امم وبعد كده حصل مشاكل طبعا واضح ان التعامل في تعالي نكون صراحه طبعا وانا قلتها كيروش انا عارف طبعا راجل سابق لريال مدريد وراجل مساعد اليكس فيرجسون كان بيدرب زين الدين زيدان فيس تو فيس كان بيدرب بيكهام كان بيدرب رونالدو كان بيدرب ناس كلها لكن انت مش من صفوه انت مش من صفوه مدربي اوروبا ده مش حقيقي انت ممكن ليفل 2 فبالتالي وانت بتتعامل مع اللعيبه وبتتعامل مع الجهاز الفني مساعد ليك لازم برضو تكون مقدر ومحترم وجهات نظرهم مختلفه ما ينفعش المشاكل اللي احنا شفناها وكمان ما ينفعش فكره ان انت مش منظم الدنيا مفيش تنظيم انت مجرد احنا مثلا ماتش المركز الثالث واضح جدا محمد شريف لعب بسبب الضغط اللي اتعمل على مروان حمدي التشكيله كلها كل حاجه صح. كل حاجه فكان عشان كده بقول النادي الاهلي بقى النهارده احنا بناخد اللعيبه اللي بيعملوا موسيماني ده احلى حاجه انك اول حاجه بتعملها انك بتعالج اللعيبه وبتحل المشاكل السلبيه اللي هم مروا بيها خلال الفتره اللي هم ما كانوش معاك فيها مظبوط ونتمنى طبعا نتمنى ان بقى الايه الاندماج ما بين اللعيبه اللي كانوا مع المنتخب واللعيبه اللي كانوا تحت سيطره بيتسو موسيماني يبقى في انسجام اللي احنا محتاجين ده في وقت قليل احنا عندنا مباراه بكره وزي ما احمد برده قال نقطه مهمه الرجاء من ممكن يكون مش متصدر دوري لكن من الفرق اللي عندها عقليه برافو عليك لانه انا لو مثلا من لعيبه الرجاء هبقى عايز اكسب الماتش ده باي طريقه ليه؟ اكسب الماتش ده وهدي الناس عليا بطوله
تهدي الناس عليها ويبقى يحلها الف حلال بقى في الدوري، قدرنا ناخد نقطه من هنا نقطه من هنا لغايه لما نقل. فانا عايز اكسب الماتش ده بكل الطرق. والباور اللي لعبوا بيها كابتن اسلام ده، هم بكره كمان فكره ان هم يعني زي مثلا بيتقال في اوروبا الفريق اللي هو الاقل حظوظا في مباراه هو اللي بيدي باور زياده عن الفريق اللي الاعلام او الجمهور شايف ان هو الاقرب لللقب. فبالتالي انا شايف ان كل الامور الايجابيه او معظمها بيصب عند الرجاء شويه، ولكن احنا محتاجين ان احنا نشتغل على ازاي النهارده نرجع التيم لنفس الشكل اللي فنشنا بيه مباراه سموحه في الدوري 4-1. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل احمد وكريم او ابعتوا لنا على هاشتاج كريم وثابت مع الشاطر التشكيل المتوقع من قبل حضراتكم لمباراه النادي الاهلي والرجاء المغربي. هقرا طبعا اول ما نرجع من الفاصل هقرا التشكيل اللي حضراتكم قايلينه سواء للنادي الاهلي او للرجاء المغربي. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل كريم وثابت على السبوره علشان يحكوا لنا شويه بقى في الرجاء، ونقعد نفصل شويه في الامور الهجوميه والدفاعيه بالنسبه لنادي الرجاء بعد هذا الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا بقى نروح للشاشه، بلاش السبوره دي، عشان نروح للشاشه ونعرف ايه كيف يلعب نادي الرجاء المغربي، اهم نقاط القوه، اهم نقاط الضعف. انا وعدت حضراتكم صح بعد اذنكم طب دقيقه طب. بس ولا دقيقتين نقرا بعض اخواتنا من الفولورز ومن الجمهور باعتين لحضراتكم على هاشتاج كريم وثابت مع الشاطر. مساء الخير يا رب نفرح بكره. الشناوي، اكرم، ايمن، بنون، معلول، حمدي، سليه، افشه، تاو، شريف، الشحات، صلاح، ابو عبده، بيقول الشناوي، بدر، حمدي، ياسر، معلول، ديانج، سليه، اكرم، الشحات، شريف، تاو. ان شاء الله نكسب اثنين يا رب يا مسهل. وائل بيقول الشناوي، اكرم، معلول، بدر، ايمن، السليه، ديانج، افشه، شريف، شحات، وميسي، تاو. وميسي تاو ده انا قلت مين ميسي وميسي لعب عندنا. صابر بيقول التشكيل ان شاء الله الشناوي، بنون، ايمن، اكرم، ديانج، السليه، معلول، افشه، السليه، ان شاء الله هيسجلوا النتيجه 0-3 للاهلي ان شاء الله. انا عارف ان مش وقته بس عايز اعرف رايكم في اللي بيحصل. هنقول لحضرتك نورا الحكيم بتقول مساء الورد منورين. هو صحيح احد لاعبي نادي الرجاء طلع ايجابي كورونا، وهل لو غاب هيكون مؤثر؟ اللي انا اعرفه لا، حد عنده لا قبل نخش الهوا ما كانش في اي معلومه حاجة. ان اي لاعب نادي الرجاء طلعت اي عينه له ايجابيه. احمد عندك اي معلومه؟ يبقى اذا كلنا عندنا المعلومه واحده. كابتن اسلام، دكتور احمد، استاذ كريم، تتوقعوا موسيماني يبدا بكره بنفس التشكيل اللي بيلعب بيه في الفتره الاخيره، ولا ممكن يفاجئ الرجاء ويغير في التشكيل؟ انا حاسس ان ممكن يكون في مفاجاه في التشكيل بكره. تمام، نبدا بالرجاء. اتفضل. ماشي، تشكيل الرجاء طبعا هو اللي بيدربه من المدرب البلجيكي مارك فيلموتس. ده كان مسك منتخب بلجيكا، مسك كوت ديفوار، مسك ايران، اول مره يدرب نادي عربي يعني. بيلعبوا هم في الاغلب 4-2-3-1، لكن في المباراه الاخيره غيرها ل 4-3-3، وقد يكون ده تمهيد ان هو يلعب 4-3-3 بكره قدام النادي الاهلي. في حراسة المرمى أنس الزنيتي، وده واحد من ثلاث لعيبة في منتخب المغرب اللي لعب كأس العرب، أنس الزنيتي ومحمد النهيري الباك ليفت وعبد الله الحفيظي صانع الألعاب. أنس الزنيتي هو اللي قيمته التسويقية الأعلى في الفريق، 1.8 مليون يورو، عنده 33 سنة، واحد من كباتن الفرقة. نيجي للاثنين المساكين، جمال هركاس ومروان الهدهودي. مروان الهدهودي ده هنتكلم عليه في الضربات الركنيه لانه خطير جدا، طوله 1.90 متر، جنبه بيلعب جمال هركاس برضه 185، 26 سنه و29 سنه. الباك رايت عبد الاله المذكور وده من ناشئين الرجاء 21 سنه. الباك ليفت محمد النهيري وده 30 سنه، لاعب الوداد السابق وكان بيلعب قبل كده برضه في العين السعودي، انتقل من الوداد الى الرجاء. التلاتة الارتكاز زي ما احنا شايفين زكريا الوردي وعمر العرجون، والتالت بتاعهم محمد زريدة، ربما يدخل معاهم فابرس نجومة. يعني هو عنده محمد زكريا الوردي ده الأساسي اللي هو اللعيب القطع الكرات، عمر العرجون طبعا بخبراته، ومحمد زريدة. محمد زريدة ده اكتشاف أحيانا المدرب بتاعهم اللي هو محمد زريدة اللي هو بيلعب في الحتة ديت، ممكن اللي هو الحته دي بالظبط ممكن يتم توظيفه كجناح احيانا، جناح يمين عشان يقفل على جبهه علي معلول، ربما برضو يكون ده في احد تفكيرات المدرب مارك فيلموتس.
نيجي للثلاثه اللي قدام الباقيين، محسن متولي وعبد الاله الحفيظي، وعبد الاله الحفيظي والثالث بتاعهم طبعا المهاجم وهو حميد احداد، وهو هداف الرجاء في الدوري برصيد 4 اهداف. يمكن طبعا زي ما احنا عارفين هو طريقه لعبهم 4-3-3 زي ما قلنا، ده الاقرب بكره ان هم يلعبوا كده. الثلاثه اللي قدام الخبرات محسن متولي وعبد الاله الحفيظي وحميد احداد. يمكن محسن متولي عنده حاجه كده ان هو بقاله يعني مع الرجاء ما خدش ولا في اي نهائي افريقي شارك فيه، بكره هيبقى اول نهائي رغم ان هو وصل لسن هو الكابتن 35 سنه، فعنده لعنه بيسموها لعنه النهائيات، فهو بكره اول نهائي يشارك فيه. لما كانوا في السوبر الافريقي كان هو في قطر، لما لعب المباراه الاخيره اللي هي قدام شبيبه القبائل تم ايقافه، فبكره اول نهائي هيشارك فيه، فبيسموه يعني لعنه النهائيات. طبعا هو اسلوب لعبهم بناء الهجمه، اسلوب اللعب المباشر اللي هو بيعمل تمريرات طوليه على طول لقدام. عندهم نوعيه المهاجم اللي قدام مش مهاجم محطه، يعني سواء حميد احتاد سواء عمر كوناتي المهاجم الغيني، الاثنين مهاجم رانر اللي هو مهاجم بيستلم في ظهر الدفاعات، بيتحرك دايما في ظهر الدفاعات. وهنا هيبقى في دور مهم جدا لحمدي فتحي اللي هياخد اللعيب ده. حمدي فتحي لو بدا طبعا في الثلاثه اللي ورا وايمن اشرف وبدر بنون، لازم حد فيهم يخلي باله من تحركات حميد احداد اللي دايما بيتحرك يمين وبيتحرك شمال. ليه؟ في ظهر المدافعين، عكس المهاجم اللي هو بيبقى المحطه اللي بيستلم زي مثلا نوعيه مروان حمدي. لا، حميد احداد وعمر كوناتي بيستلموا في الحركه. ده اسلوب اللعب المباشر واسلوب تحضير الهجمه. تمام، كمل يا كريم. طيب اتفضل. معظم طبعا الاسئله اللي جايه لنا قبل الحلقه، بيتس موسيماني هيلعب ازاي في ماتش الرجاء؟ هيرجع ل4-2-3-1 او الاربعه ورا، ولا يكمل بال3-4-3 اللي بينجح بيها في الدوري خلال الاسابيع اللي فاتت يا كابتن؟ انا وجهه نظري الشخصيه، طبعا هتكلم على امنيتي انا الشخصيه، ان بيتس موسيماني يكمل زي ما قلنا قبل الفاصل بنفس الاسلوب اللي فنشنا بيه ماتش سموحه، وحتى بنفس الطريقه. ليه بقى؟ لان اسلوب لعب نادي الرجاء احمد قال نقطه مهمه جدا، المهاجم الصريح عندهم مش مهاجم محطه، وكوناتي اصلا عنده مشكله مع الاعلام ومع مشجعين نادي الرجاء اللي طبعا مش شايفينه يعني المهاجم اللي يقدر يعني يستحوذ على ثقه فريق كبير زي فريق الرجاء. وبالتالي حميد احداد اللي كان بيلعب جناح في اغلب الوقت مع نادي الزمالك بقى متوظف هو المهاجم الصريح، مع بعض التكليفات انه يضطر يروح للجناح عشان هو يعمل الدور ده. وبالتالي انا بشوف ان اتمنى على المستوى الشخصي ان النادي الاهلي بكره يلعب بالطريقه اللي فنش بيها الدوري، برضه نغير اللون بحيث ان هو يبقى لون احمر، ونلعب بالثلاثي الخلفي 3-4-3 بتاعتنا. حمدي فتحي هو اللي في قلب الملعب ومعاه ايمن اشرف وبدر بنون. ايه ميزه الثلاثي في مواجهه فريق زي نادي الرجاء؟ النادي الرجاء اصلا كل لعبه على الاطراف، كل لعبه على الاطراف، انا اسف، كل لعبه نادي الرجاء بيلعب على الجناح. انا هرسم بس النادي الاهلي عشان تبقى الامور متشافه بشكل كويس. 3-4-3 نادي الرجاء. لما حتى هنروح للحالات هنبدا نشوف ان الفريق فعلا كل الهجوم بتاعه واقف فقط عند الجناحات، يعني صعب قليل نادرا لما شفت نادي الرجاء في مباراه حسنيه اغادير الاخيره في الدوري بيهاجم العمق، ما بيهاجموش العمق خالص. كل الفكره ازاي ترحل الفريق اللي قدامك من الطرف للطرف، وحتى حميد احداد اللي بينزل يلعب في عمق الملعب كل اللعب بتاعه والاتجاهات بتاعته انه بيسيب العمق وبيخترق من المساحه ما بين المساك والفول باك. وبالتالي النادي الاهلي لازم يكون واخد باله ان نادي الرجاء اساس ايقافه هو الاطراف، احنا لازم نهتم جدا جدا بالاطراف، للدرجه اللي في هجمه انا جايبها لنادي الرجاء عملها لحسنيه اغادير، 5 لعيبه واقفين في الطرف وسايبين عمق الملعب تماما. لما نروح ونشوف الصور اللي معانا، يعني دي اول صوره معانا، وتعالوا هنا نبص، دي هجمه في الشوط الاول لنادي الرجاء قدام حسنيه اغادير، والفرقه فات والفتنس يعني في قمتها وكل شيء، 5 لعيبه واقفين في طرف بيحضروا بيجمعوا اللعب في الجانب. لو ممكن بس نرجع للصوره اللي قبليها لسه عشان بس نكمل الشرح، 5 لعيبه
واقفين بيحضروا اللعب لنادي الرجاء. طبعا بس الشاشه ربما يكون عشان الصوره، ولكن خمس لعيبه متواجدين على الاطراف وبيجمعوا اللعب وسايبين خالص المساحه دي كلها ما فيش اي حد فيها. وده يوضح لنا ان ده تكتيك من الفريق، الفريق فعلا بيجمع اللعب كله في طرف واحد. نروح بقى للصوره اللي بعديها عشان نشوف الناتج بتاع اللعب ده وصل الفريق لفين. وصل الفريق انه قدر ينفرد بالمرمى ويخترق الجبهه اللي انا بقول عليها، الحته او المنطقه ما بين الفول باك وما بين المساك. ونفس اللعبه كابتن اسلام اللي كان كابتن محسن صالح بيلعبها في النادي الاسماعيلي في موسم 2001. ودي سيب معوض او الكابتن اسلام الشاطر لغايه اخر الخط، وما تلعبش الكروس العرضي، لا ترجع الكوره باك باس. باك باس. ترجع الكوره لمشارف منطقه الجزاء ولاعيبه نادي الرجاء. حتى لو جبنا الصوره معلش اللي هي قبل دي قبل الشوطه، هنلاقي ان العقليه والمنتاليتي بتاعت اللعيبه هو واحد بس اللي رايح عند الجون، واحد بس واحد بس اللي عند الجون. لكن بقيه اللعيبه عملوا ايه؟ مأخرين نفسهم لورا وبداوا يهدوا السرعه بتاعت الجري بتاعهم عشان يستقبلوا الكره اللي راجعه من الكره العرضيه عشان يستدعوا عمرها. وبالتالي نادي الرجاء المنطقه دي خطره جدا، واللعبه دي عملوها مره في الشوط الاول وعملوها كذا محاوله في الشوط الثاني. للامانه حسنيه اغادير عملوا جيم دفاع عليهم بشكل كويس جدا. طب نخلي احمد ياخد الحلقه بتاعته وبعد كده نرجع للحلقه. طب يلا نكمل بقيه نقاط القوه عندهم الضربات الركنيه. نركز بقى في الرقم 24 ده، مروان الهدهودي اللي هو طوله 1.90 متر. بيعملوا حاجه غريبه جدا في الضربه الركنيه ان هو دايما بيبقى جاي من ورا، يعني وقت ما بتتلعب بيبقى كله مسك المان بتاعه، فمروان الهدهودي بيجي من ورا اللي هو متر. مين اللي هيمسكه بكره لازم يتعامل عليه مان. فجاه بيتقدم وبيروح جايب ضربه الراس زي ما احنا شايفين. فلازم بص حضرتك فين مروان الهدهودي جاي، فين اهو ورا على قوس الدايره لسه جاي من ورا، فمين اللي هيمسكه لازم يتعامل عليه مان، سواء بدري بنون سواء بقى حد يتعامل عليه مان منطقه بقى ولا من بدري. لا انا يعني شايف من بدري، إن أنا استناه من بدري او حد يقف له على الدايره، حد يقف له على الدايره يستناه. خلي بالك قبل بس ما تكمل، وقف اللي هنا جاي، وقف الصوره دي. اللي جاي دايما سابق او طالع او اعلى. صح. يعني انت لو انت واقف عندك وانا جاي من هنا انا اعلى منك، خاصه ان هو متر و90، غير ان هو ده لو هو انت لو انت اللي متر و90 وانا مثلا متر 70 وفيني وبينك 20 وانا جاي، لا الجامب بتاع انا راكب طبعا. فدي هي هل عشان كده بسالك، هل لازم حد يبقى واقف على الدايره يستناه، يكون عامل حسابه انه خلاص من بدري يكون، لان احنا حفظنا فرقه الرجاء، احنا مذاكرين فرقه الرجاء، فعارفين ان مروان الهدهودي ده نوع من الخبص الكروي، ان ده لعيب بيجي من ورا جاي مش متماس، كله ماسك اهو المان بتاعه، ده جاي مش متراقب وانس ان هي اول ما تلعب بتتلعب له. فانا لازم اخلي بالي من جايب ثلاث اهداف في الدوري المغربي بنفس الشكل ده مروان الهدهودي، بكره مين اللي هيمسكه؟ دي نقطه مهمه جدا. من بدري. من بدري. على العكس هم ميزتهم في الضربات الركنيه ونقطه ضعفهم برضو في الضربات الركنيه عندهم مشاكل، بكره ان شاء الله لو استغلنا قدرات حمدي فتحي وبدري بنون اللي ظهرت في بطوله كاس العرب في الضربات الركنيه، اعتقد ان احنا ممكن نسجل من تفصيله صغيره زي الضربات الركنيه. نكمل بقيه برضو نقاط القوه. ده اسلوب بناء الهجمه بتاعهم، اللعب المباشر على طول ما بيفكرش، مثلا فابريس نجومه معاه الكوره في وسط الملعب على طول يعمل تمرير طول لمين؟ للمهاجم اللي هو بيتحرك زي ما قلنا فين؟ في المساحات في ظهر المدافعين سواء كوناتي او سواء حميد احداد. فانا لازم اضغط في وسط الملعب بشكل كويس، ولازم يكون في نوع من العمق الدفاعي اللي بيعمله حمدي فتحي عشان يقفل لي الحته دي. ده نفس الشكل برضو اهو، نفس الشكل. نكمل هنلاقي نفس التمريره برضو اول ما بيستلم، وادي المهاجم هنا كان احداد على عكس الصوره الاول، وعطوه متطرف متطرف وبيتحرك بين الايه المساك والباك. هنا ده برضو طرق اللعب، هم كانوا بيلعبوا دايما في الماتش الاخير، بص على الثلاثه الارتكاز اللي بدا يلعب بيها عشان ايه تمهيدا قدام مباراه الاهلي، ان هو ربما يلعب بكره بثلاثه ارتكاز. هنا كان زكريا الوردي ونجومه والعرجون، وبدا يوظف زريده كجناح يمين عشان يقفل الجبهه بتاعت علي معلول نوعا ما. فدي ابرز نقاط القوه في فريق الرجاء. تمام. لو ممكن بقى نجيب الصوره اللي احنا كنا واقفين عليها في هجمه حسنيه اغادير على نادي الرجاء، وازاي خلقوا المساحه في ظهر فريق الرجاء في الصوره اللي احنا قلنا قبليها بقى، يبقى نرجع قبليها الصوره اللي قبليها. ايوه بالظبط، نقف هنا. هنا نادي الرجاء يا كابتن اسلام من الفرق اللي في الدفاع بتاعها ما بتعملش استرتش، هي بتلعب نارو. يعني ايه بيلعبوا نارو؟ يعني هنلاقي الاربع لعيبه ده الفول باك اللي واقف قدامنا داخل قوي قوي لغايه يعني ما يقرب من عمق الملعب، وبالتالي بيبقى وراه مساحه كبيره جدا. هو كمان وقفته غلط. الفول باك لما يقف الوقفه دي استحاله يقدر
يجيب نفس السرعه اللي هيجيبها الجناح بتاع فريق منافس او ما يلف. مستحيل انت اصلا واقف الكره هتتلعب من وراك عقبال ما تعمل تيرن بجسمك ونشوف خلاص بنفس النظريه اللي جاي سابق او اللي جاي اعلى بالظبط. هنا خرج بره الجيم تمام. هنا بنتكلم على الجبهه اليمنى لنادي الرجاء اللي هي المفروض هتواجه الجبهه اليسرى عندنا، وبالتالي احنا محتاجين ان شاء الله نركز على الجبهه اليمنى في نادي الرجاء. لحد ما الفول باك بيبقى واقف داخل جوه ملعب كتير، وفكره لعب الفريق اللعب بتاع الفريق نفسه بيلعبه على طول نار، وده واضح جدا. ده امر خاص يعني. ضيق، وواضح ان هو كان متاثر بان معدل اعمار الفريق كبيره. الفريق نادي الرجاء برده عنده اعتقد ما يقرب من 5 أو 6 لعيبه معديين ال 27 28 سنه، وبالتالي الفريق ككل. نروح بقى لرقم مهم جدا انا عايز اقوله ما انساهوش، ان الفريق بيلوز الكونترست بتاعه والتركيز بتاعه في التلت ساعه الاخيره. القوه نادي الرجاء في احراز الاهداف في اول من الدقيقه 10 للدقيقه 20 او في اخر 20 دقيقه، انما الفريق استقبل 50% من الاهداف اللي دخلت في نادي الرجاء دخل في امتى بقى يا احمد؟ من الدقيقه 51 للدقيقه 60 في الشوط الثاني، وبالتالي واضح جدا ان الفريق بيتاثر بدنيا في الشوط الثاني. ده برده راجع لحته معدل الاعمار اللي مأثره برده في حته ان الفريق بيلعب ضيق اكتر ما هو ممكن يتشد للخطوط، ودي نقطه احنا ممكن نستغلها ان بيتس موسيماني يقول للاجنحه بتاعتنا على قد ما تقدروا حاولوا تسحبوهم على تفتح الملعب شويه، تفتح الملعب تلعبه على الخط. ليه؟ ده اسلوب بيجهد دايما دفاع اي فريق. مش بيفكرك بحاجه ده؟ نفس المشكله بتاعت نهضه بركان. ايوه في السوبر الافريقي. معدل الاعمار الكبير، وحتى ابرز نقطه ضعف بكره، ابرز انا شايفها يعني ابرز نقطه ضعف هي المساحه الموجوده ما بين الليفت باك والليفت سنتر باك، يعني ما بين المساك الايسر وما بين المساك. بص المساحه قد ايه؟ المساحة دي بنسميها أنصاف المساحات. مين بكرة يقدر يستغل أنصاف المساحات؟ سواء بيرسي تاو سواء حسين الشحات، أي حد من الحتة دي لازم الجناح اليمين يتحرك في نفس نقطة ضعف نهضة بركان السنة اللي فاتت. المساحة الموجودة ما بين الليفت باك اللي هو المساك الأيسر والظهير الأيسر. اللي أنت بتقوله يا أحمد ده مهم جدا في حتة إيه؟ فعلا نهضة بركان لو نفتكر السيناريو بتاع الماتش كان نهضة بركان الشوط الأول كويس جدا. الشوط الثاني نزلنا سجلنا محمد شريف. بدنيا تعبانين ونفس الثغرة محمد شريف لف بالمدافع وراح شايطها. دي برضو الحته اللي انا بتكلم فيها اهي. بص المساحه دايما هم عينيهم على الكوره، المساحه ما بين الليفت باك والليفت سنتر باك الحته دي تحديدا اترفع منها اوفر، دي في المباراه اللي هي قبل الاخيره بتاعتهم واتجت جون، يعني اترفعت. هات الصوره اللي بعدها كده، نفس بص المهاجم لوحده وسط المساك الايسر، ودي بنسميها انصاف المساحات ما بين المساك والباك. دي المشكله الاولانيه عندهم. المشكله الثانيه بقى، في عندهم برضو مشكله ثانيه لازم نستغلها، وهي الدفاع المتقدم. بيلعبوا بدفاع متقدم كبير قوي، يعني دايما بيلعبوا بدفاع عالي، دايما دفاع لقدام، فدي حته نقطه لازم نستغلها بالسرعات الموجوده. تعالى نكمل كده. كمل هات الصوره اللي بعدها او كمل. كنا حاسبين المسافه ما بين لا رجع الصوره، ايوه رجع الصوره اللي قبلها يا استاذ سمير. كنا حاسبين المسافه في الدفاع المتقدم بتاعهم. لقيتها كام؟ هنلاقي ان هم دايما واقفين على بعد 10 ياردات من الدايره من خط السنتر. فدايما بيلعبوا بدفاع متقدم، فانت لازم تستغل المساحه الموجوده على ال ودي كانت استغلالها. اعتقد الاستغلال الامثل دايما بيبقى من اللي جاي من الاجنحه، ولازم يكون في عمق هجومي. مين اللي يقدر يستغل الحته دي؟ محمد شريف مع بيرسي تاو مع محمد مجدي قفشه مع حسين الشحات مع كهربا، اي حد عنده السرعات كلهم يقدروا يستغلوا. ادي دي المساحه، ايوه هي دي اول حاجه. مثلا ادي بص حضرتك 1 2 3 4 5، دول 5 مدافعين واقفين اهم قريبين من ايه؟ حوالي 40 يارد من عند الجون، 40 يعني. مسافه كبيره جدا. وبص المساحه قد ايه، بص الباك بيجري. بس السؤال يا احمد، ما قد يكون ده تكتيك هم عملوه في الماتش ده بس؟ لا في كل الماتش، انا جايب حالات كتير. تعالى بص نكمل. عندهم مشكله برضو في حته اللي هي يعني ان انت تحس ان هم الدفاع العالي ده. حسين اغادير، تعرف حسين اغادير برضو من الفرق الاسامي الكبيره جدا جدا في المغرب. بص صعب. طب تعالى نتفرج على دي ضربه ثابته على فكره. دي ضربه ثابته. بص الدفاع بتاعهم واقف، طبعا دفاع عالي. الكره لما تتلعب اتلعبت في ظهر المدافعين برضو بنفس الشكل. هات الصوره اللي بعدها اهي. بص الدفاع في ظهر المدافعين، فكلهم دايما واقفين دفاع عالي. انت لازم تستغل الحته دي. لو لعبوا بكره في الدفاع العالي تبقى خلاص. لو لعبوا يعني بالدفاع. بص كويس. ارجع للصوره اللي قبلها ثانيه واحده، هتلاقي الاثنين المساكين في الصوره. كمل هات الصوره اللي بعدها، هتلاقي نفس اللي هي دي
الاثنين المدافعين واقفين بيبصوا على ايه، طالعين مع المهاجم أي. وسايبين الراجل بيجري في ظهرهم. يعني انت ضربت اثنين بكره واحده أي. يبقى انت عندك مشكله المساحه الموجوده ما بين المساك والباك الشمال صحيح. عندك مشكله الدفاع العالي، فدي كل الحاجات دي تقدر ان انت تستغلها بكره ان شاء الله. انا شايف ان الاثنين المدافعين طوال القامه لكن على الارض مش عاليين قوي صحيح. يعني مروان الهدهودي وجمال هركاس او حتى لو بدا الياس حداد، الثلاثه طوال القامه مميزين في العاب الهواء، انت تلعبهم على الارض ما تلعبش على العالي لان هم مميزين في العالي. الياس كان عنده اصابه وما لعبش ماتش حسن غدي. الياس حداد واحد من المدافعين كويسين في الفريق يعني واحد مميز جدا جدا جدا. بص دي نفس الفكره، ادي ماتش تاني اهو كان حزين بيلعبوا بايه دفاع حزين. متقدم ادي ماتش نعم. تاني وفريق لابس الفريق ده يعني بص دفاع لا عالي. لا اقصد ايه ان هو هنا ما اقدرش اعتبره متقدم قوي زي اول صوره. اه طبعا اول صوره انت جايب مش انا ما اقصدش الوسط الملعب ولكن هم دايما بيلعبوا على خط واحد أي. على مصيده التسلل نعم. عايزين يوقعوا المهاجم في مصيده التسلل والدفاع بتاعهم متقدم شويه. أتمنى. هنا دي هي نفس اللعبه أي. برضو هنا المساحه الموجوده ما بين ايه ما بين المساك الايسر والباك الايسر، انصاف المساحات الموجوده ما بين المساك والباك، وفي نفس الوقت بتلعب يعني نوعا ما دفاع متقدم تقدر ان انت تستغل الحته دي، فالثغره دي مهمه جدا 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 بكره. بس واضح يعني من كلامنا كابتن اسلام احنا بنحبز ونرجح ان احنا ان شاء الله نكمل. عايزين تشوفوا ماتش، عايزين تشوفوا بكره الاوضه اللي هيلعب فيها النادي الاهلي؟ يا ريت تقدروا. عايزين يا ريت يا ريت. طب ورينا كده سمير حاجه جايه لنا خاصه من غرفه خلع ملابس النادي الاهلي او الغرفه اللي هيلعب فيها بكره ان شاء الله النادي الاهلي. كنا جايبينها لحضراتكم صور من يومين، النهارده جايبينها لحضراتكم فيديو برضو. يعني بتبقى الحاجات دي احنا نشوف غرفة اللي هيغير فيها النادي الأهلي بكرة إن شاء الله قبل ساعات من بداية المباراة. أوضة محترمة، أوضة حلوة بصراحة، أوضة يعني جميلة. يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي بكرة في هذه المباراة الصعبة، وإن شاء الله بطولة جديدة تضاف للنادي الأهلي، بطولة رقم 24 إن شاء الله لو ربنا كرمنا بيها بكرة بإذن الله. رقم 24 إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله نقترب رويدا رويدا من ريال مدريد. إحنا بنتكلم عن ريال مدريد ها إسبانيا، ما بنتكلمش عن حد تاني. عموما أنا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، بشكرك جدا يا كريم على وجودك النهارده، شكرا جزيلا يا أبو حميد. شكرا على النهارده، إن شاء الله كل الأمنيات طيبة للنادي الأهلي بكرة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. إن شاء الله بكرة قبل بداية المباراة بساعتين كالعادة الحقيقة الاستوديو التحليلي لقناة النادي الأهلي، نقل كل كواليس ما يحدث قبل بداية مباراة السوبر الإفريقي ما بين النادي الأهلي ونادي الرجاء المغربي. الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا ونادي الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية الإفريقية. كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي، إن شاء الله إن شاء الله نهنئ بعض بكره ونهنئ انفسنا ان شاء الله بفوز النادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله اشوف حضراتكم على خير.